في هذا الفيديو حتحدث عن using a note with Microsoft Word. بدأنا في الفيديو السابق بعض النقاط سأكمل. تكلمنا عن كيف نضيف مرجع insert citation، مرجع واحد، كيف أضيف أكثر من مرجع، وكيف أضيف مرجع مع إضافة صفحة، رقم الصفحة عن طريق page here نضيفه، وباختيار نوع الستايل المناسب from a guide style guide style, select another sorry فنختار الطريقة update هذا إذا في حال أردت التحديث. بعد الانتهاء تماما من الورقة العلمية وأبغى أفصل ال end note عن ال Microsoft Office عشان أرسله للتسليم، أروح لخيار confer citation and bibliographies باختيار الأخير، سوري الثاني plain text، بس هذا ما أنصح فيه إلا في الأخير بعد الانتهاء من الورقة وعدم إضافة أي مراجع أو تعديل أي مراجع. لما أختار حلاحظ إنه do you want to save a document or continue without saving. إذا حابين نحفظ نسخة يعني زي backup نسخة فيها مرتبط ال end note بملف الوورد نقدر، إذا ما أردنا نحفظ نسخة ثانية يكون بس خلاص يعني نسخة واحدة وما نبغى الارتباط بينهم فأقول no or continue sorry، بس أنا حقول yes حيحفظني نسخة ثانية في المكان اللي أنا أبغاه، مثلا حاحطه في desktop documents save. بعدين حنلاحظ في النسخة الجديدة حنلاحظ ما عاد في ما يظهر لنا الخيار اللي أول كان لما نمرر الفارة كانت تحول الملف إلى رمادي. لا هذه النسخة الثانية لأنه حفظت أنا نسخة من الملف بالإرسال مثلا للتسليم. كمان في نقطة مهمة ما تكلمنا عنها اللي هي نسخة فكرة إنه convert citation to sorry حابة أتكلم عنها اللي هي لحظة من نفس المايكروسوفت أوفيس مثلا او المحرك البحث حنلاحظ في خيار capture reference هذا ما تكلمنا عنه حتكلم عنه سريع. نفترض انه انا كتبت مثلا reading او هذا الموقع كموقع مثلا او كويكيبيديا وابغى اوثق صفحة النت، كيف طريقة توثيق الويب سايت؟ أسهل طريقة من capture reference، خلاص حختار حضغط عليه بعدين حنلاحظ تم تعبئة البيانات الموجودة، السنة اللي أنا فتحت الموقع البابليشر all the details included. بعدين أقدر أحفظ يا إما في الإندنوت.com ولا الإندنوت، ححفظه في الاندنوت.com لأنه حيحفظه في الأونلاين. حنلاحظ إنه حنروح للاندنوت حنلاحظ my references زاد صار 22 هو شايفينه أول خيار 6 حتشوفون متى نضاف 6 essential skills for reading comprehension. لو فتحنا حنلقى ويب سايت لا سوري مو هذا إلا هو تمام خلاص هذا هو 6 reading essentials ونضاف هذا هو نضاف الببلشر هو موقع وحط لي تفاصيل الموقع، هذا في حال أردنا توثيق ويب سايت. بكذا يعني هذه المقاطع الفيديو أتمنى توفر لكم الخصائص الأساسية اللي حتسهلكم عمل إضافة مراجع وترتيبها في ورقة علمية أو في بحث علمي من دون الدخول لتفاصيل الإند نوت لأنه عالم كبير وأعطى خصائص كثير، لكن هذه الخصائص الرئيسية اللي يعني باستخدامها حتوفر لنا كثير من وقت وجهد في ترتيب مراجعنا في الأخير، لأنه متى حنحس بهذه الصعوبة في الأخير لما نيجي نبغى نرتب كل المراجع في آخر الصفحة ونرتبها بالطريقة الصحيحة ونتأكد من عدم يعني فقدنا لأي معلومة معينة أو لمرجع معين. فتكلمنا عن الريفرنسز الأونلاين سيرش كيف نبحث داخل وخارج الإند نوت، تكلمنا عن
كيف نعدل مثلا، نضيف مرجع جديد غير موجود، كيف أرتب جروباتي، كيف أشاركها، وكيف أمسح إذا في any duplicates references، كيف أسويها بالصيغة المطلوبة مني أو حسب قسمي. في ماتش ماتش يعني ما في أي صفاء يعني شيء نحتاجه تقريبا. في options هذه خاصة بالحساب نفسه إذا بنغير الباسورد أو نغير الإيميل أو وفي داونلود هذا في حال أردنا تحميل أحد هذه البرامج وحملناها. في حاجة حابة أفتحها معكم أشوف إذا هي حتى الفورمات، هشوف فورمات بيبر. هذا في حال أنا حبيت أضيف هنا الملف جاهز عندي ملف الوورد وأضيفه وأسوي فورمات، بس ما أنصح فيه. الطرق اللي استخدمناها في الفيديوهات كانت سهلة وواضحة بالنسبة لي أنا، ما أعرف يعني، أتمنى الكل شافها سهلة وواضحة واستفاد منها، واستفاد من الخصائص زي ما قلت لكم العامة للإند نوت اللي نقدر كلنا نستفيد منها من دون ما ندفع الاشتراك ومن دون ما ندخل في تفاصيل يمكن تكون صعبة أو معقدة على البعض وتخليه ينحرم من استخدام البرنامج. وأتمنى من جد أنه قدمت محتوى جيد يفيد الكل، وأعتذر عن أي تقصير، وشكرا لكم.